الرئيس الفلسطيني يلتقي بوزير الدفاع الإسرائيلي لتقوية التنسيق الثنائي. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على ما أكدت مصادر متطابقة لدى الجانبين. وقالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن الاجتماع عقد في منزل وزير الدفاع في مدينة روش هاعين وسط الدولة العبرية. وأكد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية مناقشة الرجلين قضايا أمنية ومدنية على المحك. وحسب البيان ركز الاجتماع على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف. وقال بيان الوزارة إن غانتس أبلغ الرئيس الفلسطيني أنه يعتزم مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني. ويأتي هذا اللقاء بعد نحو 4 أشهر على اجتماع الرجلين في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وناقش الاجتماع حينها القضايا الأمنية الروتينية والاقتصاد. وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق الذي حكم من 2009 إلى 2021 أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. فبقيت محادثات السلام معلقة منذ 2014 فيما توسعت في عهد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. من جانبه قال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية عبر حسابه على تويتر إن الاجتماع تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية. وناقش المسؤولان أيضا وفق ما تسرب من الحاضرين في الموعد الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين. وحسب الشيخ فقد تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية. وندد حزب الليكود اليميني باجتماع عباس وغانتس وقال في بيان التنازلات الخطيرة لأمن إسرائيل ليست سوى مسألة وقت. وأضاف التنظيم السياسي حكومته بنت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال. وحسب بيان حزب الليكود الذي جاء فوريا وبتعبير مقتضب فإن حكومة بنت ساعد لبيد تشكل خطرا على إسرائيل. ويترأس اليمين نفتالي بنت حكومة تضم أحزابا متباينة نجحت شهر يونيو المنصرم في الإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.